يا ماما الزعل ما راح يغير شيء لا معه ولا معه. ماما انا عم عيش اصعب ايام حياتي. بكره بتنسي وبتضحكي على هالايام. المشكله انه وشي بوشه طوال النهار حتى لو كان بعيد. احسن شيء للبنت الزواج. بكره بس يجيها ولد بخليها تنسى الدنيا كلها. قلت له انه اجاني عريس ما انطش ولا كانه سمع شيء. بس بتعرفي انا ليش لحتى اهتم بهيك واحد؟ ما بعرف، هاد جوابه عندك. منصور. اهلين منصور، كيفك؟ ديما انا خربت كل شيء. شامي ما عاد تحكي معي. خير خير شو صار؟ يس خلو تخلو 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 ماما هالمره غير قلبي حاسسني. ماما لا تتفائلي كثير مشان ما تنصدمي بعدين. وانت لا تنسي تكسري لي مقاديفي. ها ما لي غير ليالي. ليول حبيبتي ليش ما عم تسالي عني؟ اشتقت لك انا. من اخرتها شو بدك؟ بدي تنزلي معي على السوق، بدي اجيب هيك كم قطعه للجهاز، يعني انا وشام سوا. بهالسرعه؟ ايه والله هو نازل على البلد يتزوج ويسافر، اذا بدك جيبي شام معك. ايه شام ومنصور تركوا بعضهم. عم تمزحي، لسا امبارح كان منصور طاير عقله من الفرح، ستي بكره بيتصالحوا. ما بظن، شكلها القصة هالمرة كتير كبيرة. يلا روحي نحكي بعدين. باي باي باي. الو بقدر اعرف شو صار معك؟ ليك مهلة أخيرة، بكرة الصبح رح تكون العيادة مشمعة ورح تشوف شي ما رح يعجبك أبدا. أنا آخر مرة عم قلك هذا الكلام. تعرفي شو؟ أحسن شي أحكي مع منصور. بلاها ماما. لا خليه يحس إنه أنا واقفة جنبه. ما صدقنا إمتى خلصنا من هالقصة وارتحنا.